عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. واليوم أريد نتحدث على نوع من أنواع البيغونيا، بيغونيا ركس، نوع من أنواع أجنحة الملائكة. البيغونيا أو البيجونيا من نباتات المحبة للجو الرطب، درجات الحرارة اللي تكون متوسطة تقريبا بين 18 إلى 33 تقريبا. هي نبتة تصلح تكون داخل البيت وتصلح تكون خارج البيت، بس إذا داخل البيت المفروض تكون قريبة على شكل الإضاءة العالية، ممكن شمس مباشرة كم ساعة، وممكن إضاءة طبيعية كل النهار. عندي خارج البيت أنا حاطتها، تجي عليها شمس الصباح وباقي النهار بس إضاءة طبيعية، حاطتها بين السنادير. بصراحة هنا هي السجاد، هذا مكانها، فبس تشرق عليها شمس الصباح وهذا وضعها ما شاء الله. بعد ما تأثرت بالشتاء بالجو البارد شوية، بس الحمد لله أمورها طيبة. عدوها رش الأوراق مالتها أو رش النبتة. السقي مالتها مثلا يكون من الأسفل بعد ما تفحص التربة، إذا مثلا خلينا نقول سنتيمين، سنتيمتر اثنين، يعني مثلا واحد أو اثنين من جفاف سطح التربة وبعدها نسقيها. ما تحب التربة الرطبة الكثير، تربة متوسطة. التربة هي بتموس اعتيادي، إذا داخل البيت بتموس للنباتات الداخلية، وإذا خارج البيت بتموس للنباتات الخارجية. أقصد به للنباتات الداخلية يعني ما يتعرض إلى شمس حتى بصير بحشرات، بينما إذا زرعت تربة بتموس اللي هي خارج البيت فهذه إذا ما تعرضت إلى شمس مباشرة مرور الوقت يصير بها حشرات، يصير بها نمل، يصير بها من هاي الحشرة الطيارة، العفو، مثل الذباب الصغيرة. فما أنصح تستخدمون تربة بتموس إذا راح تحطوها أنتوا تخلوها خارج داخل البيت. لازم تربة بتموس للنباتات الداخلية. ممكن بعد ما تشتروها يمر أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين وبعدها يلا تغيرون السندانة إذا كانت السندانة صغيرة، أو تريد تحطوها بسندانة تكون جميلة تختلف عن سندانة صاحب المشتل. بس المفروض يمر 10 أيام، من أسبوع إلى 10 أيام يلا بعدها تغيرون السندانة. ما يفيد بأن تغيرون السندانة ممكن، يعني شنو، حتى نقول النبتة تتعود على المكان، درجات الحرارة ما تختلف عليها، فالمفروض يمر أسبوع أو 10 أيام وبعدها تبدلون السندانة. إذا داخل البيت مثل ما ذكرت تربة بتموس للنباتات الداخلية، وإذا خارج البيت تربة بتموس للنباتات الخارجية. تحتاج إضاءة قوية جدا، بها أنواع كثيرة، تقريبا يمكن 200 أو أكثر من 200 نوع من أجنحة الملائكة. أنا كانوا عندي النوع الثاني اللي تكون به زهرة تطلع، بس بصراحة إحنا عندنا المطر كثير بالصيف، فترة الصيف مطر كثير، فلهذا هي تأثرت من كثرة المطر وأني حاطتهم خارج البيت. اليوم بصراحة ما عندي هذا داخل، ما حاطتها أنا داخل البيت، خليتها خارج البيت، وبصراحة أخاف من الحشرات. يعني مثلا هي خارج البيت وأساسا هي التربة حاطينها تربة، حاطت لها تربة للنباتات الخارجية، فمجموعة حالها حال السجاد وغيرها أنا حاطتها خارج البيت. لهذا عندنا مطر كثير فتترطب التربة دائما عليها. حاولت بكل الطرق بأنه ما أخلي الشمس تجي عليها، يعني المطر كثير، بس سبحان الله خسرتهم، خسرتهم بالشتاء وخسرتهم بالصيف. فهي ما تحتاج طبعا، وهذه السحلية اجت تشوفوها، لازم تطلع على الوضع وش بدا اسوي. شوفوها من التعصب، شوف تطلع فقاعة برتقالية برقبتها. الظهر هو هذا مكانهم ومكاني مو زرعي، يجوز هي دا تحرسهم او هو الزرع مالتها، ما اعرف، الله اعلم. بصراحة اخاف من عندها، من تجي تطلع الفقاعة اخاف من عندها، حتى لو طلع الفقاعة حتى لو صغيرة اخاف من عندها. قلت لكم الظهر هذا مكانها، يعني نباتاتها مو نباتاتي، انا جاية يعني غصبا عليها. لا نرجع على موضوعنا. فهي اجنح، هذه اجنحة الملائكة، النوع ريكس، بيها مثل ما ذكرت 200 نوع.
شوفوا مثل هذه شكل الورقة، خل أشوفكم ظهرها، شوفوا الورقة، ظهر الورقة. أكو النوع الثاني مثلها، إن شاء الله أخلكم إياه شورت فيديو. الظهر مالتها سبحان الله أكو قسم مراني وأكو قسم برتقالي، برتقالي أي البرتقالي غامق يصير. أحط لكم إياه شورت فيديو. هذا النوع، وأكو نوع على بين ماروني وبين بنفسج، كثير أنواع موجودة، أنا شفتها بصراحة بالأسواق، بس جبت هذه وكانت صغيرة جدا، وسبق ونزلت لكم طريقة التكاثر مالتها، يا أما بالورقة أو بالأغصان. نقطع ونزرع، ما تحتاج تجدير، وبصراحة أنا مجربة هسه، يعني أخذت ورقة صار تقريبا أسبوع حاطتها داخل البيت، داريد أجرب أسوي تجربة عليها أشوفها تجذر بالمي، بس هي زراعة مباشرة. تتكاثر بالبذور، تتكاثر بالتفصيص، تتكاثر بالأغصان وبالأوراق. نقطع غصن ونغرسه، أو ورقة ونغرسها بالتربة مباشرة طبعا، والسقي خاصة هسه احنا بالصيف نسكن تفحص التربة مالتها، وممكن سقي يومية أو بين يوم يوم لأن الجو حار جدا. هاي بالنسبة للدول العربية، احنا عندنا مطر، فلهذا يعني أكثر مرات يعني ماسكيها معتمدة على المطر، فإذا تريد تسقوها لازم تفحصون التربة. تقريبا سنتيم واحد طبعا، واحنا صار الهواء راح تمطر الدنيا. أخذتها ما يعني بصراحة دا أتأخر أسوي الفيديوهات لأن الجو حار والرطوبة كلش عالية. إحنا صح مو مثل الدول العربية الحرارة يعني أقل، بس عندنا الرطوبة عالية يعني بسبب كثرة الأشجار والمساحات المائية. حتى يخففون الحرارة الحزام الأخضر هنا بكل مكان كأنه غابة سبحان الله. فلهذا عندنا تصعد الرطوبة من الحرارة، تصعد الرطوبة ومطر، عندنا يومية مطر. يعني من الشهر السادس تقريبا احنا مطر يومية يومية، يمكن مرات بعض الاحيان يعني تمطر ثلاثة او اربع مرات او خمس مرات او النهار كله هي تمطر، بالاضافة للعاصفة الهواء. فهذه النباتات اكثر نباتات تشوفوها معتمدة على السقي مال المطر. حتى شوفوا الارض شلون صارت يومية مطر سبحان الله، الحمد لله هذا نعمة من الله. بس انت مثلا تفحصوا نباتاتكم، اللي تحتاج سقي اسقوها، اللي تحتاج تسوي لها ظله بابسط الامكانيات واحد يسوي لها. ممكن تجمعوها خاصه مثلا الدول العربيه والجو حار، ممكن تجمعوها في مكان وتسوي لها ظله، او اذا عندكم داخل البيت ممكن تدخلوها داخل البيت، تنتهي فتره تموز واب وبعدها طلعوها خارج البيت، او تجمعوها بمكان وتعمل لها ظله بسيطه حتى تحافظون على نباتاتكم لان الجو حار والنباتات تحتاج رطوبة وتحتاج سقي. تفحصوها، سووا بخاخ مي المغرب أو بالصباح الباكر حتى ما تخسروا نباتاتكم. وهذا كل ما عندي، طبعا راح تمطر الدنيا فخليه أدخل. أشوفكم إن شاء الله بفيديو قادم، بس لا تنسوني بالإعجاب والتعليق، وأشوفكم إن شاء الله بفيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.